السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة نونا والشيف أحمد. النهاردة هنعمل زي ما قلت لكم، كل يوم هيبقى فيه جديد، وإن شاء الله كل جديد هيكون فيه منوعات نونا والشيف أحمد. فالنهاردة زي ما وعدتكم هعمل لكم النهاردة عجنتي الملفيه السهلة جدا جدا واللي الناس كلها بتحبها. طيب إيه هي عجنة الملفيه يا شيف أحمد؟ هي عجنة الملفيه اللي إحنا بنعملها حلو وبنعملها حادق. والنهاردة هنعمل عجنة الملفيه بالنوعين، الحلو والحادق. بالنسبة للناس اللي هي ما عندهاش خبرة زيادة عن عجينة الملفيه، عجينة الملفيه ده يعتبر عجينة من غير خميرة ومن غير سكر، يعتبر مية ودقيق وملح، والزبدة بتاعتها طبعا في الطبنيت آخر حاجة. ودي الحاجة السهلة جدا اللي احنا هنعملها النهاردة وهنبتدي نشتغل عليها. طبعا النهاردة عندنا حاجة اللي هي الدقيق والملح، دول الحاجتين اللي احنا هنبتدي نشتغل بيهم. طيب بالنسبة للملح هنقول الملح مثلا حسبة بالظبط مقدار معلقه شاي صغيره، بالنسبه يعني هي دي اخرتها، يعني اخد يعني بالنسبه للكميه اللي احنا او محددينها للدقيق بتاعنا، معلقه ملح صغيره ونص كيلو من الدقيق. اي دقيق بقى اللي عندك هتبتدي تشتغلي عليه. كده وهنخلط الدقيق مع الملح زي ما انتم شايفين، كده خلطناهم مع بعض. هنبتدي نجيب الميه الساقعه. عجينه الملفيه دي لازم يكون ليها ميه ساقعه، ما ينفعش ميه من الحنفيه، علشان دي عجينه اسمها عجينه صايمه يعني من غير خميره. وهنبتدي نشتغل بميه ساقعه وما نحطش كمية جامدة، يعني ده المج ده مليان كان مية. هنركنه جنبينا، خدنا اللي احنا عايزينه وهنشتغل عليها. وحاجة حاجة، كل ما العجينة هتطلب مننا في الدقيق هنزود مية. عجينة الملفيه دي ممكن نعمل منها تورتة الملفيه اللي احنا بنشتريها من المحلات. هنحط مية كمان. احنا دينا بنعجن فيها كده ونعجنها كويس جدا لحد ما العجينة تتربط معنا. بالنسبة للمية والدقيق والملح بتاعنا، هي العجينة بالظبط من 10 دقايق بالظبط، اللي هو احنا عجينها على ايدينا عشان خاطر تتماسك معانا كويس. هي كده اعتبر العجينة خلاص خلصت معانا كويس جدا، كده اتخدمت معانا. ونسيبها 5 دقايق بالظبط تريح علشان خاطر تمشي معانا في الزبدة او الطبنيط بمعنى الاصح. و5 دقايق واحنا نرجع لكم ان شاء الله تاني. ورجعنا لكم تاني في منوعات نونا والشيف احمد، ومعجنة زي ما احنا كنا عجنين عجينة الملفيه. دلوقتي عجينة الملفيه خلاص العجينة ريحت اهي زي ما انتم شايفين كده، وهنبتدي نحط لها الزبدة. وده وربع بكوة زبدة، اللي هو الزبدة الحلواني اللي اسمها مارجرين او نيبون. ده بيتاخد عند اي واحد، يعني اي حد عنده زبدة بتقولوا له انا عايز الزبدة اللي هي زبدة الحلويات او الملفيه هيديها لك على طول. دي الزبدة البيضة بتاعتنا، احنا حطيناها كده بالشكل ده ونطبقها التطبيقة دي كده.
طبعا احنا بنقسمها سن الدقيق من تحت علشان خاطر العجينه ما تلزقش معانا وتتحرك زي ما احنا عايزين. احنا كده خلاص حطيناها، هنبتدي نبنطها. هي بتاخد وقت اي نعم في التبنيط بتاعها، لكن كل عشاق الملفيه الحلو او الملفيه الحادق هتعجبهم الطريقه ان شاء الله، وهتشتغلوا عليها هتطلع حاجه جميله جدا جدا، وبنفس الملفيه اللي انتم بتجيبوه من المحلات وتفنشوها زي ما انتم عايزين. احنا كده خلاص بنطبق التطبيقه الثانيه، دي اسمها البنطه الثانيه بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليها. نحط سنة الدقيق، ونبنطها الطبنيطة التانية على طول. طبعا اهم حاجة الزبدة ما تكونش مجمدة، انا مشتريها من امبارح ومخليها على حرارة الغرفة العادية بتاعتي علشان تكون مش متماسكة معايا او مش مجمدة علشان اعرف ابنط فيها زي ما انا عايز. كده انا في التبنيط الاخير اللي هي قبل الفرد، هبنطها بالشكل ده. التطبيقه بتاعتها اهي، واروح منزلها بالنظام ده كده، ودي لازم تريح علشان تبقى سهله معانا. ان هي كده انا اعتبر بنطها ورا بعض كتير فهتتعصب معانا العجينه، فهنديها بالظبط 5 دقايق وهنرجع نشتغل عليها من تاني. ورجعنا لكم تاني من بعد راحة العجين الأولانية 5 دقايق بالظبط لحد ما العجينة تريح، وهتبقى بالشكل ده كده اهي. طبعا هنديها سنة الدقيق من تحت علشان خاطر نعرف نشتغل عليها، وهنبتدي نشتغل اللي هي آخر حاجة الفينيش بتاعنا. تبقى بالشكل ده كده. ودلوقتي بعد ما فردناها هنبتدي هنخرمها. بالنسبة للحاجات اللي احنا هنشتغل عليها، في بعض حاجات لازم تتخرم وبعض حاجات لا. نطلع الزيادات بالشكل ده كده. بأي عجلة عندك، مش لازم تكون عجلة مشرشرة، وهنبتدي نقطعها بالطريقة بتاعتنا دي. هندهنها بالصلصة، بعد كده هنبتدي نقطعها لثلاث انصاص علشان خاطر العجينة ما تبقاش طويلة معانا. وهنلفها بالشكل ده كده.
هبتدي بعد كده اخد تشكيلة تانية، اقطعها بالشكل ده واخدها مثلثات، هتكون معايا بالشكل ده كده. وهبتدي بعد كده ألمع بالشكل ده كده. وهعمل أي شكل زي ما أنا عايز، الأشكال اللي أنا عايزها ممكن أشتغل عليها عادي. الشكل ده كده. كده هنعمل الشكل التاني. هيكون بالشكل ده كده. وهناخده كلها مربعات. ده ممكن نعملها طريقة الملفي الحلو اللي هو بالكريمة او قطعة الجاتو، بس اكيد هنكبرها عن كده شوية. كده انا خدت كذا شكل. وكده اخر حاجة معانا في العجينة، هنبتدي نديها شكل البالميه. وطبعا البالميه كل الناس عارفاه، البالميه ده بيبقى بالسكر وبالقرفة، لكن انا في بيتي بصراحة محدش بيحب القرفة، فأنا هستكفى بالسكر. وعملت لها بيضة واديت لها سنة فانيليا بسيطة جدا، والدهان بتاعها هيبقى خفيف بالشكل ده كده. ده عشاق اللي هم الجماعة اللي بيحبوا الحاجات الحلوة. وهجيب السكر اللي هو الناعم اللي هو الأبيض، وهبتدي أرش بالشكل ده كده. وزي ما انت حابة بالنسبة للسكريات، عايزة تقليها بتقليها، عايزة تخففي بتخففي. وهبتدي أشتغل على البالميه، طبقها بالشكل ده كده. وهبتدي اتنيها على بعض بالشكل ده. طبعا هتكون بالقرفة ليها طعم تاني، والتست بتاعها هيكون احسن من كده بكتير، لكن انا زي ما قلت لكم ان احنا ما بنحبش القرفة، فانا استكفيت بالسكر. وهبتدي اقطعها. انا كده خلصت اعتبر الملفيه. ده الملمي اللي احنا قلنا عليه بالسكر، وده انا ظبطت قطعتين علشان هعملها لكم اللي هي الجاتو والملفيه. ودي التشكيلة اللي انا عملتها. ده بنخلي الحرارة بتاعتها المفروض على الكهرباء 180 درجة حرارتها لو عندك طايم، 180 درجة. لو عندك بوتاجاز عادي بنولع قبلها بعشر دقايق ونبتدي نسويها على طول، ان دي ما بتخمرش وما بتريحش. نسوي وهنرجع مع بعض تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني في منوعات نونا والشيف احمد. وزي ما انتم عارفين احنا كنا طبعا عاملين البالميه وعجينة الملفيه، بس كنت طبعا مشكلها. ودي كده ده البالميه، ده اللي هو ابو سكر بالشكل ده، وده المثلثات اللي احنا كنا مقطعينه مع بعض، وادي الهيشان بتاعه.
عجينة هشة ونفرغها. جميلة جدا ومقرمشة. دي العجينة بتاعتنا ومقرمشة جدا. وده العجينة اللي احنا شكلناها بتبقى بالشكل ده كده. ودي اللي واخدة صلصة وعليها سمسم. وده الهيشان بتاعها. اهم حاجة بيكون الطبقات بتاعته مفرغة زي ما انتوا شايفينها. حاجة جميلة جدا جدا ومسلية قوي. لو حبيت ان انت بتقطعيها ارفع من كده بتقطعيها، حبيت تقطعيها صغيرة عن كده ده حاجة ترجع لك واطول. وممكن تديها السكر من فوق الوش، سواء احنا قلنا ان العجينة للحلو وللحادق. وده برضو اللي هو الملفوف. طبعا كذا طبقة عليها. اللسعة دي يعتبر اللي هي الصلصة بتاعتها علشان كانت تقيلة شوية، لكن احنا ممكن نخفف الصلصة شوية علشان ما تديناش اللون ده، ولكن اللون ده هو ده الطبيعي بتاعه. كده يعتبر احنا خدنا كذا حاجة او كذا شكل من العجينة بتاعتنا. ولازم نظبط الهيشان بتاعها في التبنيط اللي احنا دايما كنا بنقول عليه. زي ما انتوا شايفين العجينة كانت هشة ومورقة، حاجة جميلة جدا ومستوية من فوق ومن تحت. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم النهارده والوصفة بتاعتنا عجبتكم. الوصفة بتاعتنا كانت سهلة جدا جدا ومريحة وحاجة خفيفة جدا ومتناول الإيد. كان وصفتنا مية ودقيق وملح، هي كانت العجينة كلها وقطعة الزبدة أو الزبدة اللي احنا كنا حاطينها في النص والتبنيط بتاعنا. يا رب يكون عجبكم الفيديو النهاردة، وإن شاء الله استنظروني بفيديو جديد وبوصفة جديدة في منوعات نونا والشيف أحمد.